السلام عليكم. القواسم المشتركة بين ميليشيات الحوثي وإيران موضوع قديم يتجدد كلما أفصحت قيادات هذه الجماعة أو بعضها عن هذه الأواصر التي أثمرت خرابا في طول البلاد العربية. ففي حديث للقيادي الحوثي محمد البخيتي ما يكشف جانبا من الولاء الذي يربط ميليشيا الحوثي بولاية الفقيه في قم. علاقة الحوثي بطهران وإشراف قم على النشأة الفكرية لجماعة الحوثي علاقة يؤكدها تاريخ هذه الجماعة التي درس مؤسسوها في الحوزات الإيرانية. الارتباط العقائدي بين الحوثي والخميني أثمر بمحاولة السيطرة على اليمن ودخولها في حرب ضروس في محاولة للوصول إلى الحكم في البلاد انطلاقا من فكرة ولاية الفقيه. وكما يبدو فإن الحرب هي الخيار الوحيد لميليشيات الحوثي، فكل طرق السلام تغلقها هذه الجماعة، ومعها تغلق فرص اليمنيين بتجنب مزيد من الاقتتال. وبالتزامن مع إعلان الحوثيين عن وثيقة أطلقوا عليها اسم العاشر من رمضان، تسعى ميليشيات الحوثي لحج كل خياراتها للحصول على مؤيدين وتمويل معاركها. ينظر الحوثيون للبشر في هذا البلد كوقود للحرب كمقاتلين، وللثروات كمجهود حربي، وهو أمر يحضر جليا في سياقات النهج الخميني الثوري الذي يبدو العصب المحرك لجماعة الحوثي. حول القواسم المشتركة بين إيران وميليشيات الحوثي ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. بداية أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والناشط السياسي كمال حيدر. أهلا بك أستاذ كمال. حياكم الله. إذا مشاهدينا الكرام سنبدأ النقاش، لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. الموت لأمريكا، صرخة أطلقها الملالي في إيران واتخذوها شعارا لثورتهم، وبعدما يقارب نصف قرن اتخذها الحوثي شعارا له وانتشرت في كل البلاد مرافقة تمدد ميليشيات الحوثي التي أوصلت الحرب والدمار إلى كل منزل وقرية ومدينة في اليمن. بين الصرخة والسيطرة كانت طهران الراعي الأبرز لتحركات الجماعة، غير أن مظاهر التقارب الإيراني والحوثي له امتداد أبعد وأقدم من الانقلاب. يقول محمد البخيتي القيادي البارز في ميليشيات الحوثي في حوار له لوكالة تسنيم الإيرانية إن ثورتهم في اليمن استمدت انطلاقتها ونظرتها لأعداء الأمة من نظرة الإمام الخميني. الارتباط العقائدي بين الحوثي وحوزات قم جعل من النهج الخميني العصب المحرك للجماعة التي آمنت بالعنف طريقا في تمكينها وسيطرتها على البلاد. تبدو مظاهر التقارب أشبه بتحالف أيديولوجي متجاوزا الأبعاد السياسية التي تعمل عليها طهران، مستغلة هذه الجماعات في إذكاء الصراعات في المنطقة. لا تختلف أدوات الحشد بين الأستاذ الإيراني والطالب الحوثي، وكما هو التضليل والاعتماد على الخرافة والجهل وتجنيد الأطفال والفئات الأكثر فقرا، يعد الخطاب الديني المشوه هو الضلع الثاني في عملية التحشيد والوعد بمآلات مختلفة في الحياة الأخرى. وبهذا تكتمل العمامة المضللة للعقول وتتحول إلى ما يشبه لغما ينفجر في وجوه الجميع، إذ تشير الدلائل أن طهران كانت ولا تزال مركزا لتدريب جماعة الحوثي وتثقيفها، بالإضافة إلى تأهيلها عسكريا ودعمها لوجستيا، فيما يعيش اليمنيون على أنقاض بلد مدمر، ولا تزال ميليشيا الحوثي تحشد ما تبقى من أتباعها وتجبر الآخرين على المضي في المعركة الخاسرة حتى النهاية. يقول مراقبون إن هذه الجماعة لا يمكن لها إلا أن تحارب إلى ما لا نهاية، فلا خيارات أخرى في أجندتها، حتى السلام يخشاه الحوثيون أكثر من خشيتهم الهزيمة. فمن نشأ في ظل الحرب لا يعيش إلا تحت ظلال البنادق. تمضي ميليشيات الحوثي إذن في حربها مدفوعة بدعوات مواجهة الطغيان التي تطلقها الحوزات الدينية التي تصور الجهاد من أجل ولاية الفقيه جزءا من العقيدة، عبر أسلوب تحريضي على العنف بات نهجا ثابتا لجماعة الحوثي. ما بين صعدة وطهران فقرة تتجاوز اليمن ومحيطها الجغرافي والسياسي، وجسور مفتوحة للموت بأدوات صنعت خارج الحدود تم جلبها لليمن لمرحلة تتجاوز فكرة رسم هلال شيعي إلى رسم قمر مكتمل البزوغ، وذلك ما يعني تجاوزا لواقع الأحلام القديمة المرسومة بالكثير من الدماء والأطماع. فهل تكتمل الاستدارة
أم ينتبه المحاصرون لما خلف حدود الوهم؟ مجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيفي هنا الكاتب وناشط السياسي الأستاذ كمال حيدرة. إذا ما بدأنا معك أستاذ كمال بالحديث حول العلاقة، علاقة الحوثي بطهران من الناحية السياسية، كيف تقرأ طبيعة هذه العلاقة مبدئيا؟ يعني طبيعة العلاقة أنه في البداية كأنه إيران لم تخسر كثيرا لتحصل على اليمن أو على الحوثي، هذا بداية، رغم أنه صار هناك الكثير من الحديث حول العلاقة وأصبح الحوثيون يعلنوا هذا بكل وضوح، إلا أنه ابتداء وكما يبدو عليه المتحدثين الإيرانيين أنهم حصلوا على اليمن وعلى الحوثي كحليف وكتابع بدون الكثير من الجهد، هذا ما يبدو من تصريحات الإيرانيين، رغم أن الحوثيين يحاولون كل مرة أو كل فترة التأكيد على أنهم جزء من هذا المحور أو جزء أصيل في ترس، يعني يقدمون نفسهم كشركاء لكنهم في الحقيقة نعم كذلك يحاولون القول في كل مرحلة أو في بين فترة أخرى أنهم جزء أصيل من هذه التوليفة التي تعملها إيران أو التي تشتغل عليها إيران في المنطقة، وهو كما هو واضح أنه بالفعل أصبحوا جزء أصيل على الرغم من أنه حصلت عليهم إيران هكذا بكل بساطة. الطبيعة ممتدة أو يعني لها علاقة بطبيعة المشروع الإيراني في المنطقة، هو مشروع قومي ديني يحاول أن يجعل معركته مع العالم أو مع الدول التي تعاديه خارج حدوده، وكما يقول المتحدثون الإيرانيون دائما يجب أن يكون أن تكون المعركة خارج حدود طهران بحوالي 500 كيلو أو 5000 كيلو لا أدري بالضبط كم، هو يقصده في المناطق العربية. هذا ما يبدو عليه المشروع الحوثي، يعني يتجاوز طبيعة العلاقات السياسية ما بين أي يعني مثلا دولة وتريد تحريك يعني كيان سياسي أو كيان ما في دولة أخرى لإحداث قلائل، هناك ارتباط أكثر من الارتباط السياسي تقدر. نعم طبعا نعرف أنه مثلا في العلاقات الدولية أو في العلاقات السياسية أنه ربما تكون دولة لها علاقة بجماعة ما أو طرف سياسي ما في دولة أخرى بغرض الحصول على مكاسب في هذه الدولة، لكن ما يلاحظ المشروع الإيراني أنه ليس مجرد مكاسب سياسي أو وضعية متميزة لدى دول أخرى أو ضغط سياسي على دول أخرى، يتجاوز إلى محاولة تفتيت هذه الدولة. حصل هناك في العراق جماعة التابعة لإيران دمرت الدول العراقية ولم يعد هناك شيء اسمه العراق سواء في المحافل الرسمية. في سوريا الآن نرى ما يحدث في الواضح أنه أصبحت خرابة، اليمن يراد لها كذلك أن تصبح خرابة، ليس فقط يعني لمجرد أن تكون خرابة، هناك ثروات في العراق مثلا أصبحت معظمها أو جزء كبير منها يذهب باتجاه إيران، قبل سنوات تم الحديث عن 500 مليار دولار تبخرت لا أحد يعرف أين ذهبت، هذه 500 مليار دولار هي ربما من تمول هذه الحروب في المنطقة، فالأمر لم يعد علاقة دولة بجماعة سياسية بل علاقة دولة يعني بل دولة لها أدوات لتخريب هذه البلدان أو المنطقة بشكل عام لتكون إيران هي القوة المسيطرة على هذه الدول ويصبح مشروع إيران الكبير الذي هو معروف وهو إيران الإمبراطورية الكبيرة المتحكمة بالمنطقة. طيب هذا الأمر يعني إذا كان كذلك لابد أن له فترة، يعني أقصد ليس وليد اللحظة وليد مثلا الانقلاب، هناك بالتأكيد ما يعود بالأمر بالحوثيين إلى فترات قبل ذلك من علاقة ما أو شكل ما من العلاقة، ما هي طبيعة هذا الأمر؟ متى بدأ؟ كلنا نعرف أنه بالنسبة لإيران بدأ مشروعها منذ لحظة الثورة الإسلامية، تقريبا هناك كان مشروع قائم من قبل الثورة الإسلامية لكن بشكلها الحالي هو يعني ابتدأ مع الثورة التي أوصلت الخميني إلى سلطة الحكم وتم يعني ما يسمى تصدير الثورة، تم تثبيته دستوريا. تصدير الثورة طبعا ونصرة المظلومين أو المستضعفين في الأرض، وتقصد به الجماعات الشيعية المرتبطة في أو المتواجدة في الدول العربية في المحيط الجغرافي للدول العربية والإسلامية لإيران. هذا ابتداء كانت يعني من جانب إيران، يعني دسترت مادة التدخل في الشؤون الدول الأخرى واستتباع جماعات يعني هناك قابلية في إيران لهذا الأمر. هو مش قابلية، هو يعني عمل، يعني القابلية تكون من الطرف الآخر. الهدف هو من جانب إيران إنه تصدير الثورة للحصول على مكاسب إمبراطورية. ما بين الحوثي تحديدا وإيران يمكن القول إلى أنه الأمر ربما يصل لمنتصف الثمانينات مع
مع بدء تأسيس هذا الكيان الحوثي، وهو عبارة عن تجمعات بهدف إحياء الزيدية، كانت في البداية كذا إحياء الزيدية، وهي لم تأتي إلا بعد الإحيائية الشيعية بشكل عام على رغم الاختلافات المذهبية، وهي اختلافات ليست جوهرية في الأساس، فقط في الأمور العريضة. لكن يعني نحن نتحدثون عن الزيدية العادية، نتحدث ربما عن يعني تخصيص في الزيدية، هي الزيدية حتى الزيدية العادية، حتى الزيدية العادية بمجرد أنك تكون أن تقول أن هناك إمامة وتلغي حق الأمة في الاختيار السياسي، فأنت بهذا المجال ليس هناك ثمة فرق بينك وبين الإمامية الاثنى عشرية، يعني هذا ما دون الخلاف أو الخلاف الذي تحت هذا ليس خلاف جوهري. في منتصف الثمانينات بدأت فكرة الإحيائية الزيدية، ومنها نقدر نقول أننا وصلنا إلى هذه النتيجة بمراحل عدة. في بداية التسعينات تم الانتقال إلى تنظيم الشباب المؤمن، وكان هناك حسين الحوثي يعمل على تكوين الحركة هذه بشكل سياسي. انتقلنا إلى 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 حزب الحق، وهو عبارة عن حزب مخصص لهذه الطائفة، يعمل على تكوين أو غطاء سياسي لها لما يتم على الأرض من إحيائية للفكرة الدينية. في منتصف التسعينات تقريبا كانت فكرة حسين الحوثي قد تخمرت بشكل واضح، وأصبح طبعا هو انتقل إلى إيران هو ووالده، وتلقى المزيد من التعليم بعد أن والرعاية، وأيضا كانت هناك علاقة مع حزب الله في نفس الفترة. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار الباحثة في العلوم السياسية من الرياض الأستاذة أمل العالم. أهلا بك أستاذة أمل. أهلا وسهلا أستاذة أمل. إلى أي مدى هو الارتباط السياسي والفكري بين الحوثيين والنظام الإيراني من خلال دراستك وبحثك؟ هناك ارتباط سياسي وفكري وثيق جدا بين الحوثيين وطهران. الارتباط السياسي بين الطرفين هو قائم على المصلحة بشكل أساسي، يعني هو محور العلاقة بين الطرفين هي المصلحة السياسية. أما الارتباط الفكري هو القاعدة التي يبنى عليها النفوذ السياسي والتمجد في الجغرافيا والسيطرة على السلطة، أي أن الارتباط الفكري هو قاعدة للمصلحة السياسية، أو هو المسوغ للمصالح السياسية الإيرانية والحوثية. طيب هل يعني ذلك أنه في حال ما تم إيجاد بديل بالنسبة لجماعة الحوثيين بشكل أو بآخر يلبي مصالح سياسية معينة لهم، باعتبار أن الارتباط تتحدثين على أنه سياسي، هل يمكن لذلك أن يسهم في قطيعة ما بين إيران والحوثيين؟ لا أعتقد أنه قد تصير قطيعة بين الإيرانيين والحوثيين، أو أنه حتى قد تنتهي العلاقة أو حتى تضعف، ستظل العلاقة وربما ستقوى في الأيام القادمة، لأن ما قدمه الحوثيين أو ما يجري على الساحة اليمنية أثبت أن للحوثيين يعني قوة على البقاء، وهذا ما تريده إيران سواء في اليمن أو في المنطقة بشكل عام، بحيث أنه توجد قوة قادرة على تهديد دول الخليج، على تهديد السعودية، على بقاء إيران قوية أثناء تمددها، يعني إيجاد صمامات أمان تحمي إيران أثناء تمددها في المنطقة، أوراق ضغط تقدر أن تلعب بها وقت ما شاءت في أي وقت هي تريد. هل يعقل أن تتخلى إيران عن هكذا نفوذ؟ بالعكس، أنا أرى أن إيران في المرحلة القادمة قد تقدم ضمانات كبيرة للحوثيين لإبقاء علاقاتهم كما هي أو حتى لارتفاعها. يعني طيب مثل ماذا يمكن أن تكون هذه الضمانات، خاصة ونحن نسمع تصريحات كثيرة لمسؤولين إيرانيين لا يتعاملون مع جماعة الحوثي كشريك واضح القوة وواضح المعالم بشكل كبير، يتعاملون معهم بشكل أو بآخر كأتباع ليس كشركاء بشكل أكبر. هي فعلا أن الحوثيين تعرضوا لخذلان في المرحلة هذه، يعني أنه إيران لم تدعمهم بشكل كبير أثناء تعرضهم لهجوم التحالف. ربما إيران لم تكن تعلم أن الحوثيين بهذه القوة التي هم عليها الآن، لكن ما يجري الآن يقول بأن الحوثيين حليف مهم للإيرانيين في المرحلة القادمة. الضمانات أنه يعني تعتمدهم كحليف قوي، يعني انه قد يصل الى مثلا حزب الله في لبنان، يعني دعم متكامل.
طيب وفقا لل يعني ما يطرأ من تغيرات في المنطقة، وفقا لما يمكن أن يحدث في اليمن من تقدمات مثلا لقوات الشرعية بتعاون مع التحالف العربي، إلى أي مدى يمكن أن تستمر هذه العلاقة السياسية؟ هل يمكن أن تتقلص؟ علاقة الإيران والحوثيين لم تتقلص، ستبقى. أنا أرى بالعكس إنها ستستمر وستصل إلى مراحل أكبر. إذن يعني حتى الآن تفضل. يعني حتى الآن ربما لم يشكل الحوثيين هذا الحليف القوي بالنسبة لإيران، ولكنه في المرحلة القادمة بالتأكيد سيكون حليف قوي. أشكرك. إذن الباحثة في العلوم السياسية من الرياض الأستاذة أمل العالم، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بالعودة إليك أستاذ كمال، إذن من ابتعث إلى إيران، من درس هناك، هل هم من شكلوا خلايا انتشار الحوثية في اليمن؟ هل هم من أسهموا في بناء مرجعية ما تحرك الحوثيين بهذا الشكل الذي نراه الآن؟ دعني فقط أعلق على موضوع المصلحة أو الارتباط العضوي. أنا باعتقادي أنه موضوع الارتباط ما بين الحوثي وإيران ليس فقط مصلحة، المصلحة هي أمر عابر، يعني ممكن تحوزها مع أي تحالف، لكن ماذا عن الغطاء الكامل أو الغطاء العقائدي، البنية العقائدية، الهيكل التنظيمي؟ ما كانت تحصل الحوثية على بنيتها وعلى فكرة العقائدي بشكل تم البناء ما لم يكن هناك ارتباط عضوي بإيران على النحو الذي سنبينه في موضوع هذا. المصلحة كانت عبارة عن عرض، يعني لم تكن هي الأرضية الأساسية للتحالف الحوثي الإيراني. هناك رابط عقائدي، هناك رابط ايديولوجي، هناك دافع او محرك بالضبط، يعني ليست فقط مسألة مصلحة. المصلحة ممكن تتحدث مع اي جماعة غير ايديولوجية يعني وغير عقائدية. موضوع كيف أسمت، أنا أعتقد أنه بالفعل كان لها دور كبير، يعني حتى يعني هناك فارق ما بين الزيدية والإمامية أو الاثنى عشرية. نعم. ما فعلته إيران خلال الفترة الماضية هي أنه هناك طبعا أيضا قبل أن نستكمل هذه، أنه هناك جزء من الزيدية اللي هو الجارودية، يعني جزء مهم متطرف وهو يعني إمامية أكثر من كون زيدية، يعني خارج عن الزيدية ولكنه غطاء زيدي. فالحوثي تحديدا ينتمي الى هذه، يعني بكثير من القراءات والتحليلات انه هو فعلا ينتمي الى الجاروديه اكثر من انتمائه الى الزيديه، وهو يعني تم جر الزيديه فيما بعد الى ان تصبح اماميه يعني بشكل اكبر. يعني فقط هذا الـ 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 يعني الأرضية كانت موجودة، الأرضية كانت موجودة، كان البناء العقائدي موجود، والفكرة التي على ضوءها سيتحرك الحوثي والتي سيبنى عليها التحالف الإيراني الحوثي كانت موجودة لا خلاف على ذلك. لكن ما ستضيف هذه الابتعاثات هي أنها جعلت أو دمجت ما بين السياسي والدين، السياسة الحديثة والدين بشكل أكبر، يعني جعلت من هؤلاء الذين ابتعثوا إلى إيران وعادوا يسهموا بشكل كبير في دفع الحركة الحوثية للواجهة عن طريق يعني مهارات السياسة وتنسيق التحالفات والعمل ما بين التنسيق. طيب ما بين الجماعات. هل كان هذا الأمر كله يتم عن طريق حسين بدر الدين الحوثي والدفع به إلى صعدة، أم أن الأمر أكبر من فقط حسين بدر الدين الحوثي؟ لنعرف أنه حسين بدر الدين الحوثي كان يعني إلى قتل في 2004، وبالتالي فترة النضج كانت فيما بعد. هو بنى المدامك الأساسية للحركة، حتى عقائديا ما عمله هو لم يكن بذاك القدر الكبير. يعني لما نعود إلى الملازم، ما يسمى الملازم، نجد أنها لا تقول شيء، يعني مجرد تهويمات وتخريفات، لا أعتقد أنها قادرة على إعطاء حركة هذا القدر من القوة والتماسك التنظيمي والبناء الفكري العقائدي. أعتقد أنه ما حدث أو لحظة انتبهت إيران إلى أنه بالإمكان استثمار هذه الحركة في اليمن بعد 2004، فبالتالي ما جرى على هذه الحركة من بعد 2004 كان أكثر مما تم من قبل. فحسين بدر الدين الحوثي أسسها ومدها ربما بصيغة قبلية، تقريبا بصيغة قبلية دينية تراثية، لكن ما حدث الحركة الحوثي بعد 2004 أنها انتقلت إلى مربع السياسة، إلى مربع يعني إلى مربع حديث أو شكل حديث للحركة الاجتماعية السياسية ذات البعد الديني. فهذا أعتقد أنه من صنيعة ما فعلته إيران التي انتبهت لها من بعد 2004 أعتقد. طيب ما الذي دفع، يعني ما كانت الظروف، ما الذي دفعت هذه تلك الأيام
الى هذا التحول. يعني حسين بدر الدين الحوثي لم يكن بذلك كما تقول بذلك التفكير العميق او ما شابه، لماذا تم التغير بعد مقتله؟ اذا ايران انتبهت من 2004، وطبعا ربما يعني عاد الكثير من هؤلاء الدارسين، ربما كان لهم يعني دور الاكبر في هذا العمل البنائي او البناء التنظيمي العقائدي. كان من 2004، انا اجزم انه كان البناء العقائدي تم من بعد 2004 اكثر مما كان من قبل 2004، لانه هنا دخلت ايران بقوه على الخطوه، وتم ارسال خبراء ومدربين من حزب الله، وكلنا نعرف انه من بعد 2004 صارت العمليه تتطور بشكل متسارع، حتى القدرات التنظيميه للجماعه اصبحت اكبر من ما كانت قبل. لاحظنا انه خلال اشهر في الحرب الاولى تم القضاء على حسين بدر الدين الحوثي وعلى معظم قوته، ما بعد 2004 تم اعاده تكوين الجماعه بشكل، حتى انه الحرب هدات لفتره يعني قرابة عام، ثم بعدها عادت الحركة لتكون قوة. في هذه الفترة كان هناك خبراء إيرانيين، كان هناك قدرات جديدة قد انضمت للجماعة، كان هناك دعم إيراني حقيقي لهذه الجماعة، فانطلقت من بعد 2004 لتكون بهذا الشكل وتتزايد يوما عن يوم، حتى وصلنا إلى 2011، فكانت الانطلاقة الأكبر أعتقد من بعد 2011 إلى أن حصل بعد ذلك الانقلاب في 2014. طيب دعنا نشرك معنا في الحوار أستاذ كمال المدير التنفيذي لمركز المخا للدراسات الأستاذ عبد المجيد الصلاحي من الصنبول. أهلا بك أستاذ عبد المجيد. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم. حياكم الله أستاذ عبد المجيد. إذن هناك نوع من الارتباط الفكري السياسي أيضا بين الحوثيين والنظام الإيراني، ما هي أبرز هذه المظاهر على الأرض؟ أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وأسعد الله أوقاتكم والسادة المشاهدين. هناك ارتباط طبعا كما أشار ضيفك الكريم إلى أنه هناك ارتباط عقدي كما هو ارتباط سياسي بين الحوثيين وبين النظام الإيراني، لكن أريد أن أشير بأنه البناء العقدي بالنسبة للحركة الحوثية هو كان من عام 88 إلى 2004، كان هناك بناء عقدي. ما بعد 2004 كان هناك بناء عسكري أكثر منه بناء عقدي، لأن الجماعة تكونت خلال فترة ما بين عام 88 إلى عام 2002 يعني. لكن هناك ارتباط ما بين جماعة الحوثيين والنظام الإيراني، باعتبار جماعة الحوثيين مؤسسها بدر الدين وبعده حسين ثم بعده عبد الملك، باعتبارهم من أحد أقسام الزيدية وهم القسم الجارودي، وهي أقرب الجماعات الزيدية إلى الاثنى عشرية. طبعا فيهم قواسم مشتركة بينهم بين الفكر الحوثي وبين الفكر الخميني والفكر الاثنى عشري، هم ينكرون يعني الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان، ويقدحون في الصحابة ويقولون بالاصطفاء لآل البيت ولذرية فاطمة. تعرف هناك أنه الزيدية كانوا في خلال المراجعات بأنهم كانوا يعني الخلاف الذي كان بينهم وبين بدر الدين الحوثي بأنهم كانوا يرون أنه تجوز الإمامة لخارج البطنين أو لخارج آل البيت لمن يروا فيه الصلاح، وهذه بعض المراجعات التي كانت حدثت زيدي، وهو من دفع بينهم الصدام بينهم وبين بدر الدين. وعقب هذا الصدام سافر إلى قم مرتين هو وابنه حسين الكوتي. طيب كيف أسهمت فكرة الثورة الإسلامية بانطلاقا من فكر ولاية الفقيه وتصدير الثورة في تعزيز يعني الصلاحيات أو تعزيز قوة الحوثيين بداخل اليمن؟ الثورة الإيرانية والفكر الخميني هو قائم على فكرة تصدير الثورة، وولاية الفقيه كذلك قائمة على يعني تعزيز أو عولمة الثورة الإيرانية، وبناء عليهم يربطون كل ما هو ديني بكل ما يعني بالفكر السياسي حتى يعزز من سلطة الفقيه. استثمرت يعني حركة الحوثي المبادئ التي جاء بها الخميني، وهي ربط الشعائر الدينية بالمفاهيم السياسية. تعرف أنت الصرخة الخمينية وما يسمونها بالصرخة الإبراهيمية وربطها بالحج وربطها بصلاة الجمعة، حركة الحوثي سارت على هذا المنوال بحيث أنه تجيش العاطفة الدينية بالنسبة للجماهير والاستفادة من العاطفة الدينية بالنسبة للجماهير للبناء السياسي أو للتأثير السياسي عليهم. طيب إذا ما قارنا، عملنا مقارنة سريعة ما بين
الفكرة ولاية الفقيه لدى الخميني مثلا، والفكرة الولاية أو الإمامة لدى الحوثيين، ما هي مظاهر الالتقاء فيما بينها؟ حركة الحوثي هي سارت على نفس المنوال، حتى أنت لو لاحظت مثلا وسائل الإعلام، يعني على سبيل المثال مثلا صحيفة الثورة التي هي يعني الرسمية بالنسبة لسلطة الأمر الواقع في صنعاء، مثلا ما يسمى بالمجلس السياسي اللي هو رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي صالح الصماد، وعبد الملك الحوثي اللي هو يسموه زعيم الثورة، تبرز صحيفة الثورة صورة عبد الملك الحوثي كزعيم وقائد للثورة. الإعلام الرسمي قناة اليمن، قناة المسيرة وغيرهم تبرز عبد الملك الحوثي كقائد للثورة، وهو ما يحدو بحذو النظام الإيراني الذي يقدم قائد الثورة على الرئيس الإيراني. نعم. طيب أستاذ عبد المجيد، الآن إذا ما نتحدث عن مخاطر محاولة الحوثيين لتطييف المجتمع، ربما تحويل الصوت الذي يظهر من المجتمع كصوت واحد وليس صوت متعدد ينم عن الاختلافات الموجودة فيه أو التنوعات الموجودة فيه، هذا بالنسبة للمجتمع اليمني هل هو مقبول؟ هل هو قابل للاستمرار في اليمن؟ طبعا لابد أن نعرف أن الفكر الاثناعشري لم يكن له وجود باليمن، واليمن لم يتعايش مع الفكر الاثناعشري باليمن. يعني حسب المرجعية الزيدية اللي هو نجم الدين المؤيدي يقول اليمن لها جناحين اللي الشافعية والزيدية وهم متعايشين، يعني فعاشت اليمن بهذين المذهبين كمذهبين فقهيين بغض النظر عن المذهبية السياسية، لكن كمذهبين فقهيين كان هناك نوع من التعايش بين المذهب الزيدي والمذهب الفقهي. الجماعة الحوثي لأنه عبارة عن توجه سياسي أو تصدير للثورة الإيرانية حاولت أنها تتجاوز المذهب الزيدي، وأكثر من ذلك حاولت لتأميم يعني أو تغيير المناهج المدرسية بمحاولة لإسكات أي توجه يعني فقهي أو علمي أو ثقافي يخالف توجه السياسي للجماعة، كذلك اللي هو تغيير أئمة الجوامع والاستيلاء على الأوقاف في محاولة منها إلى إسكات أي صوت ثقافي أو ديني أو مذهبي مخالف لتوجهات قيادة الحركة الحوثية. أشكرك المدير التنفيذي لمركز المخا للدراسات عبد المجيد صلاحي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. مشاهدينا الكرام، قبل العودة إلى الأستاذ كمال حيدر هنا معي في الاستوديو، سنذهب إلى فاصل قصير بعده نستأنف النقاش، تفضلوا بالبقاء معنا. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب، يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكراه. بلقيس معكم في كل لحظة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أجدد الترحيب بك أستاذ كمال حيدرة. كنا يعني إذا ما أتينا بشكل أكبر نحو ممارسات أو نهجنا المسوى على الأرض، هناك نوع من يعني التقارب في بعض الأشياء على الأقل، مثل في التعبئة الجماهيرية، مثل الصرخة في وجه المستكبرين. هل هذا أحد المظاهر الواضحة بالنسبة للعلاقة أو الافتنان، لنقول افتنان الحوثيين بنموذج الثورة في إيران؟ طبعا هذا واضح. الأول من ردد صرخة كان الإمام الخميني ويعني وثورته، يعني فبما أنه هو أيضا أراد تصدير الثورة لمناصرة المستضعفين، فقد كانت أيضا فكرة الحوثيين أنهم فئة مستضعفة، وأن هذه الصرخة هي عبارة عن صرخة في وجه الاستكبار. فتعد الصرخة أحد النماذج البارزة لفكرة الاقتباس أو فكرة الأخذ
يعني انه شيء واحد انهم طيب لم يعد هناك فارق بين الامام الخميني او هل كان هناك نوع من يعني الدراسه لهذه الفكره؟ يعني اقصد مثلا الان ايران هناك هي دوله كبيره لها ربما مواجهه مثلا مع امريكا وما شابه، لكن في اليمن ليست هناك هذه المواجهه مثلا مع امريكا، ليست هناك هذه المواجهه حتى مع اسرائيل، ليس هناك حدود مع اسرائيل. لماذا كان الامر مقبولا بالنسبه لمن يتبعون الحوثيين بداخل اليمن؟ أنت تتحدث وسط محيط قبلي تقريبا تم تغييبه لمدة 50 عاما، لم تجري تنمية هذه المناطق بشكل مخيف يعني. فعندما تلاحظ أنه يصدقون أنهم يحاربون أمريكا، فما الذي يمكن أن تنتظره؟ يعني هم الآن يحاربون اليمنيين في معظم مناطق اليمن لكي يصلوا إلى أمريكا، شيء يعني غير متخيل، لكنه بالفعل لديهم إيمان يعني عقائدي بأن ما يقوم به هو محاربة أمريكا. فهذا اولا اذا ما اتينا للتفكيك سنجد اولا البيئه التي يتحرك فيها الحوثي هي بيئه يعني ينقصها الكثير من التنميه، من التعليم، من وغير ذلك. فبالتالي استطاع ان يتغلغل داخل هذه البيئه وان يبث فيها افكاره التي تبدو قادمه من يعني من عصر اخر. الامر الثاني، هناك بالفعل قدرة على التحشيد، قدرة على التعمية الإعلامية، لديهم قدرات إعلامية، وهذه طبعا إحدى وسائل النظام الإيراني. هناك شيء اسمه ملء البصر، يملؤون بصرك بجميع أينما وليت، هناك ثمة شعار، هناك شعارات حتى يتخيل لك أنك بالفعل داخل حرب، داخل شيء مغلق أمامك، كل الجهات مغلقة بالشعارات التي تؤكد لك انك في مواجهة مع إيران، مع امريكا ومع الاستكبار ومع قوى الاستكبار التي يمثلها هناك مجتمعات محليه. هم يؤمنون ان هناك مجتمعات محليه وان امريكا لم يحن بعدها يعني الوقت بعد، لكن هؤلاء الذين نقاتلهم هم يعني حلفاء امريكا، هم ادوات امريكا، وبالتالي يجب ان نحاربهم حتى نصل الى امريكا يوما ما. وعلى هذا المنوال من دماج الى عمران الى صنعاء الى كل محافظات اليمن تجد أنه الضخ الإعلامي الذي يمارسه الآلة الإعلامية الحوثية يعني أدواتها أو القدرات التي اكتسبتها بالفعل كانت قادمة من المحاكاة هذه. نعم. طيب هناك نقطة لا أعرف إن كانت يعني أن تتفق معها أم لا، لكن هناك من يلاحظ على أن لا أعرف هل يمكن الحديث على أنه اختراق حوثي وربما أيضا إيراني لجبهة أو للتيار اليساري بداخل الوطن العربي وفي اليمن أيضا، هل تتفق أن هناك نوع من التقاء المصالح ربما يعني تعامل يعني اليساريين والنخب اليسارية، ربما هناك من كان أيد الفكرة الحوثية على الرغم من أنها يعني تتعارض مع كثير من الأفكار التي يتخذها ويتبنها اليساريون؟ هذه فكرة بحاجة للكثير من الدراسة. ودعنا أولا نقول أنه من جانب الحوثيين هو ليس سوى استخدام لكي تستخدم هذه الجماعات أو القوى من أجل جعلها مقبولة للجماهير، لأنها عبارة عن جماعة عقائدية دينية وفي محيط غير قابل لها عقائديا، يعني في محيط مخالف عقائديا، وبالتالي هي تستخدم هذه الشعارات أو الأدوات اللافتات اليسارية أو الليبرالية، أو هي طبعا مخترقة للجميع التيارات، لكن الشعارات اليسارية والليبرالية لأنها لا تصطدم بشعارات إسلامية، لأن الشعارات الإسلامية المسيطر عليها جماعات إسلامية من الطرف الآخر. فهي تجيد استخدام أو ركوب على شعارات اليسار والليبرالية وتحديدا اليسار. في إيران، الثورة الإيرانية نعرف أنه لم يكن من قام بها هما رجال الدين والإمام الخميني. هناك كان حزب توده اليساري أو الشيوعي، وهناك الجماعات الشيوعية التي لا زالت الآن يعني موجودة في جماعة خلق أو الجماعة مجاهدي خلق. كان هنا من قام بالثورة هما الطلبة والكتاب والشباب اليسار، لكن الجماعة الدينية والإمام الخميني أتى في مرحلة لاحقة، نعم أضاف لها زخما هو ورجال الدين، لكن هو يعني هو استخدم ثورة اليسار وثورة القوى الليبرالية واليسارية في إيران. كالعادة هناك طبعا تم فيما بعد تصفيات هائلة لهذه القوى وإعدامات بالجملة. طبعا لو كان هناك قوة يسارية عربية أو في اليمن، دعنا نحكي عن اليمن، لو كان هناك قوة يسارية بالفعل شاركتهم في الثورة
وتم لهذه الجماعة الحوثية الاستقرار من 2014 حتى الآن، لكن قد تم تصفية هذه القوة لأنهم مجرد أداة أو مجرد لافتة، مو مجرد لافتة سيتم مصالح. بالضبط. سنتحدث عن حاجة اليسار، أتحدث الآن عن حاجة الحوثي، سيتم إحراقها في مرحلة ما لأنه ليس هناك ما يربط الفريقين فعلا، يعني مجرد أنه هذه الجماعات الدينية تتخذ أو ترفع شعار المظلومية وشعار مناهضة قوى الإمبريالية والاستعمار والدول الكبرى، وهذه شعارات يروق لليساريين أن يفتتنوا بها أو أن يتعاملوا معها. هناك فيما يخص اليسار أو الحركات الليبرالية، هناك لأنه لم يعد هناك قوة حقيقية لدى هذه الجماعات، وهناك فراغ كبير في الفكرة أو في يعني اللافتات التي ترفع لم يعد لديها حركة قادرة على أنها تتجذر على الأرض، فبالتالي ليس هناك زخم. بالضبط. فبالتالي أي جماعة أخرى تأتي ولديها زخم جماهيري ولديها قوة جماهيرية تأتي لترفع هذه الشعارات، أن ترفع هذه الشعارات، فبالتالي اليسار أو الليبرالي اليسار تحديدا سيجد نفسه في تعاون مع هذه الجماعة لأنه فاقد للحركة أصلا، فاقد للقوة الحقيقية على الأرض، فهو بالتالي يعتمد على هذه الحركة. طيب بعد أن نشك معنا في الحوار المحلل السياسي الأستاذ باسم الحكيمي الذي ينضم إلينا من الرياض، أهلا بك أستاذ باسم من تعز. عفوا. اهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم، وانا كما صححت من فايز. حياكم الله، اهلا بك. من اين ما كنت او من اي مكان تحدثت معنا به، كان هناك تصريحات لقيادي حوثي ومحمد البخيتي على ان جماعته استمدت انطلاقتها وافكارها من النظام الايراني، هذه تصريحات حديثه لوكاله تسنيم الايرانيه، اذا هناك تجدد في عمليه تاكيد الحوثيين على انهم مرتبطون بايران، لماذا هذه التصريحات تأتي في هذا الوقت أستاذ باسم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة حتى يعني المتابع لتسلسل الأحداث السياسية في اليمن، حتى لم يكن هناك تصريحات بشكل مباشر من قيادات الحوثية بأنها تتبع إيران، فالمتتابع يعني لسلسلة الأحداث السياسية يدرك جيدا أن محليشية الحوثي فعلا أصبحت ترتبط ارتباطا فكريا عقائديا بالمشروع الإيراني. من بعد الثورة الخمينية في عام 79 كانت هناك زيارة كانت حركة الحوثيين يطلق عليها باسم حزب الحق، وكانت تمثل الحركة الزيدية التي كانت تختلف اختلافا جذريا وعقائديا مع الاثنى عشرية الجهادية التي تبناها نظام الملالي في إيران. لكن بعد الثورة الخمينية هناك حدث اختراق في هذه الحركة الحوثية من قبل المشروع الإيراني، وفعلا تم حرف هذه الحركة من كونها تمثل الزيدية أو جزء من الزيدية إلى أن أصبحت فعلا تمثل جزء من الجارودية الاثنى عشرية التي تفلسف الحكم في القطنين، وترى أن مسألة الحكم ينبغي أن يكون ضمن هذه النظرية، نظرية ولاية الفقيه أو نظرية القطنين. الحقيقة التوقيت هذا التصريحات من قبل محمد الخيتي يعني هو يعكس أو يريد أن يوصل رسالة بأنهم مدعومين إقليميا وأنهم يتحركون بغطاء من خامنائي، وأن لهم سند عسكري وسياسي من الدول الإقليمية لمحاولة تضخيم أنفسهم، حتى وإن لم يكن هذا التصريح قد صدر منهم أو من أي قيادة أخرى. فيعني نحن ندرك جيدا فعلا على أن هذه الحركة أصبحت جزء من المشروع الإيراني، وأصبحت تتحرك بنفس الاستراتيجية التي يتحرك فيها حزب الله وأذرع إيران الشيعية في المنطقة، ويعني إيران نفخت يعني روح في هذه الحركة، روح يعني أخرجها من الزيدية وحولها إلى الاثنى عشرية الجارودية التي لها فلسفة يعني في الحكم وفي السيطرة وفي يعني تندرج ضمن ولاية الفقيه، وبالتالي يعني إيران يعني نحن يعني هناك مقولة معروفة أن السفير الإيراني زار مران في سنة 88، ذكرت أحد البروفيسورات الاستخباراتية البريطانية أن السفير البريطاني الإيراني زار مران بعد في سنة 88، ونعرف جيدا أن هناك طلاب تم يعني إرسالهم إلى الحوزات إلى قم بعد الثورة الخمينية، وتم يعني تغذيتهم بهذه الأفكار الخمينية. طيب هؤلاء طلاب أستاذ باسم، هؤلاء طلاب الذين نتحدث عنهم وتحدثنا عنهم مع الأستاذ كمال هنا، إلى أي مدى أسهموا فعلا في تحريك الفكرة الحوثية وتحريك الجماعة الحوثية بشكل أكثر فعالية منذ الانقلاب؟ بالضبط، هذه الأفكار وهذه الشخصيات الحوثية التي تم تأهيلها
في إيران لعدة سنوات وخضعوا لدورات تدريبية على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري، أحدثوا يعني قفزة نوعية في الحركة على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري. هذا التطور وهذا التضخم الذي لمسناه في حركة الحوثيين لم يكن وليد الصدفة، ولم يكن يعني بطريقة يعني دراماتيكية سريعة، لا، بل كان عملية تراكمية نتيجة لتعدية ونتيجة لتواجد تم تأهيلها في إيران على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري. يعني امتلكوا القدرات والمؤهلات للحكم الإيراني، ثم ضخوا هذه الأفكار ونفخوا الروح في جسد هذه الحركة الحوثية، ما جعلها تتضخم بهذا الشكل على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي. يعني عندما نلاحظ التكتيكات السياسية التي تتبناها هذه الحوثية في المسار السياسي، نحن ندرك جيدا أن هذه الميليشيات يعني على المستوى ليس لها عقلية سياسية، لكن عندما ترى عقلية التفاوض التي أنا كنت مشارك في مؤتمر الحوار، يعني في مؤتمر الحوار وحتى في المفاوضات الأخيرة في الكويت، عندما نرى التكتيكات التي كانت تمارسها هذه الميليشيات على طاولة الحوار، ندرك أنها يعني فعلا أصبحت تمتلك قدرات على المستوى السياسي، يعني ناتجة عن التدريب والتأهيل لبعض القيادات في إيران الذي تعتمد على النفط الطويل في المفاوضات، هي قيادات يعني كثيرة في هذا الاتجاه. وكذلك على المستوى العسكري رأينا في بعض الأفلام التي نشرتها ميليشيات الحوثي في عملياتها العسكرية ضد الجيش في 2004 في الحروب الخمسة التي خاضتها الجيش الوطني، رأينا في مقاطع بعض الأفلام يعني نفس الاستنساخ من نفس التدريبة الذي كان يقوم بها حزب الله في معاركه مع إسرائيل، بنفس التكتيك، بنفس التخطيط، بنفس نفس النفس العسكري الذي كانت تتبع موجود في حزب الله كان موجود في هذه الحركة الحوثية، مما يعني أن هذه الأذرع الإيرانية يعني تم تأهيلها بشكل تراكمي وبعمل كبير جدا. إذا أشكرك أستاذ باسم الحكيمي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بالعودة إليك أستاذ كمال، الآن بالنسبة للمجتمع اليمني لليمنيين عامة، خاصة بعد الانقلاب وبدأ عاصفة الحزم والتحرك لإعادة الشرعية لليمن، كيف تقيم المقاومة الفكرية التي حدثت أيضا، برزت يبدو أنها مؤخرا برزت على الواجهة، المقاومة لهذه الخلطة الإمامية الخمينية في اليمن؟ هل هناك نوع من يقظة على صعيد الفكر السياسي؟ داني بس أشير لشيء آخر فقط، يعني تفضل. التشابه الآخر هو أنه الميليشيا الحوثي ونظام الخميني لا يكادون يقيمون وزن للإنسان للشعب. يعني نعرف في الحروب في الحرب الإيرانية العراقية كان يتم إرسال المقاتلين بشكل عبثي للجبهات، أطفال يتم المرور بهم على حقول الألغام العراقية. الآن ما يحدث محرقة للشعب اليمني، للأطفال اليمنيين، نفس الآلي، نفس التركيب، ليس هناك احترام للشعب، للإنسان الذي يحاربون به، هم فقط مجرد أدوات لمعركة هذه الفئة. نعود إلى موضوع اليقظة الفكرية أو المقاومة، شيء لا يمكن إجماله في هذا المجال أو في هذا العجالة. يعني هل هي ردة فعل الآن مؤقتة أو مرحلية فقط لما واجهوا اليمنيون من الحوثيين، أم أنها فعلا يقظة قد تؤسس فعلا لشيء ما في المستقبل؟ بالفعل لا، ليست مؤقتة، هي يقظة يعني ربما ستشكل نقطة تحول، أنا في نظري يعني نقطة تحول على مسار علاقة الإسلام في بالمحيط. يعني هناك سأوضحها في نقطة لاحقة، لكن ما يحدث الآن بالنسبة لليمنيين هو نتيجة لألف ومئتين، ليست نتيجة لما يحصل الآن فقط، هي نتيجة ألف ومئتين سنة من الجرائم التي ارتكبتها الإمامة، شعار الإمامة في اليمن. فبالتالي كانت ردة الفعل يعني رغم أنها لم إلى حد الآن لم تصبح يعني متجذرة بشكل عام، لكن الذي حدث كان مهولا وكان شيء جيد وكبير، يعني حدث ما حدث، استعادت الذات اليمنية، الروح اليمنية في مواجهة ميليشيا لا تكاد تعترف باليمن، لا تراها سوى مجرد تابع لولاية فقيه من خارج، أو أن يتم يعني تجيرها لمصلحة هذه الفئة من الشعب حتى ترى لم تكن تابعة لأي مكان. العودة إلى اليمنية، العودة إلى الروح اليمنية وبعثها وبعث تاريخ اليمن الذي كان ملعون، يعني
أوصلتنا هذه الجماعة إلى أن نلعن تاريخنا، إلى أن نجرم تاريخنا الذي يمتد لآلاف السنين. لكن كان هذا دفعت التاريخ أيضا المجتمع للتدقيق بهذا التاريخ. بالضبط، يعني الأشخاص، المواقع، الوقائع، المحطات كانت كلها عبارة عن 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 نقاط سوداء في تاريخ اليمن. ما حدث خلال الفترة الماضية من 2014 إلى الآن أنه تم إزاحة كل هذا التراب على هذا التاريخ وتم إعادة بعثه من جديد. هذا ليس ترفا وليس يعني شيء مؤقتا، وليس مؤقت، هو عبارة عن استعادة روح في مواجهة هذه اللطخة الإمامية. فيما يخص بعجلة الإصلاح الذي سيحدث اليمن، أنا يعني ما ألاحظه في فكرة آل البيت، فكرة الاصطفاء، فكرة الجماعة المصطفى، هذه ما يقوم به اليمني الآن هو عبارة عن تدمير لهذه الفكرة. وأنا لدينا أصدقاء من دول عربية أخرى لا يكادون يعني يفهمون ما نقوم به اليمنيين أو ما الذي يدفع اليمنيين لأن يقوموا بهذا الشيء. فأنا قلت في 2014 أنه اليمنيين سيعملون على ثورة إصلاح في داخل الدين الإسلامي، والعلا ستقود إلى مرحلة إصلاح أكبر. هذا ما أنا متأكد منه شخصيا، أنه ما بدأه الشباب اليمني ربما يثمر ثورة أخرى على طريق الإصلاح الديني. أشكرك أستاذ كمال حيدر الكاتب وناشط سياسي، كنت معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني، أهلا وسهلا بك. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وزملاء في طاقمي العمل التحريري والفني، إلى اللقاء.